ألا يقول أحرمت من الميقات وفي الطريق نزلت، نزلت، هذه امرأة تقول أحرمت من الميقات وفي الطريق نزلت علي الدورة، وقبل الطواف طهرت فأكملت أو فأكملت عمرتها وتحللت، وبعد ذلك رأت الدورة، إن كان إنه انقطع عنها الدم انقطاعا كاملا ولم تر شيئا واغتسلت، اغتسلت وتوضأت وطافت ولم ينزل عليها دم، فطوافها صحيح، هذا طهر متخلل، متخلل في وسط الدورة ما يخالف، المهم أنها تؤدي الطواف كله وهي نقية وقد اغتسلت وتوضأت، فالطواف صحيح. أما إذا كان الدم ما انقطع وإنما خف فقط، خف نزوله ولم يبقى إلا يسير، ظنت أنها طهرت والدم لم ينقطع نهائيا، عمرتها غير صحيحة، عليها أنه إذا انقطع الدم نهائيا، هي لا تزال محرمة، فإذا انقطع الدم نهائيا تؤدي العمرة من جديد، والتي مضت غير صحيحة لأنها أدتها وهي في الحيض. نعم.